اللي فرد إشقاق لاس أما إغفت الزغيت كمباشرة أن يكون لاس اللي فرد أشكو أوليك غلي حرام أولا إما لاس إغفلي سيمطل غالة فانتنصح أيد ما تنغل حجاج سيكن أما أيد ما الواجبات الحج هن بقوتني لأن يسنت نختصر أول أشكو الواجبات يختمتيني في الحج هن تبن سيدا من إيه العدد الواجبات خدا لي من مالك ساد مراو 17 الواجب ينسيات يعني الإحرام زل ميقات هني حرام أن يزل البعض الميقات بلا الإحرام بلا يحرم وكان الميقات نغوي اللي زوار المدينة هي تبير علي الميقات نغوي اللي إفتان سمكة الزغيد نشان هي ترابة والسينية التلبية غير قد تلبية هني اختولي